نكمل دراستنا يا جماعة، بدنا نحكي عن تكافؤ طاقة كتلة. طبعاً العالم أينشتاين، العالم أينشتاين بيعلمنا في هذا المبدأ وفي هاي النظرية طريقة تحويل الكتلة إلى طاقة. كيف؟ حتى العالم أينشتاين قانون بيحكي فيه إنه طاقة مقاسة بوحدة الجول هي بتساوي الكتلة بوحدة الكيلوغرام مضروبة بمربع سرعة الضوء 3×10^8. طبعاً بدنا ناخذ الكل تربية، تمام؟ بعيد قانون أينشتاين اللي هو مبدأ تكافؤ كتلة طاقة، إنك تحول كتلة أي جسم تحول إلى طاقة وتشوف كمية الطاقة الموجودة فيه، بتعوض طاقة تساوي كتلة في مربع سرعة الضوء. طيب هلأ الكتلة إذا كانت مقاسة، يعني أجاني كتلة مثلا مقاسة بوحدة الكيلوغرام، أستاذ كيف عملها طاقة؟ قلت لك بكل بساطة تمسك الكتلة هاي تركز بالكيلوغرام تضربها في 3×10^8 الكل تربيع، بطلع عندك طاقة بوحدة الجول، تكون حولتها إلى طاقة. بس إحنا بنعرف إنه وحدة ثانية لقياس الطاقة غير وحدة الكيلوغرام، اللي هي وحدة اسمها وحدة كتل ذرية. فهاي وحدة كتل ذرية كيف بدي أحولها إلى طاقة؟ طلع عندي شوي. هلا أول إشي بدي أذكرك بشغلة إحنا بنعرفها، بنعرف إنه إحنا أصلاً الواحد وحدة كتل ذرية هي تساوي 1.66×10^27 كيلوغرام. هاي الشغلة إحنا بنعرفها من لما درسنا في أول درس أو أول فيديو كان في فيزياء النواة، تعلمنا إنه وحدة كتلة ذرية هي تساوي 1/12 من كتلة نظير الكربون 6/12، وهي تكافئ 1.66×10^27 كيلوغرام. طيب عشان أقدر أستخدم هاي المعادلة في إني أعرف الواحد وحدة كتلة ذرية قديش جواتها طاقة، بقدرش أعوض الآن كتلة بوحدة كتلة ذرية، لازم أعوضها بوحدة إيش؟ كيلوغرام. عشان هيك كتبت الوحدة كتلة ذرية قديش تكافئ بالكيلوغرام. فبدي اسوي بدي اطبق هسه هاي المعادله، الطاقه تساوي، طبعا اذا عوضت مكان كتله واحد انت غلط، لانه اتفقنا هذا القانون بيشتغل على ايش؟ على الكيلوغرام. فبدي اعوض قديش الواحد تكافئ بالكيلوغرام، اللي هي 1.66×10^27 كيلوغرام، بضربها مربع سرعه الضوء 3×10^8 الكل تربيع، طبعا تساوي، ركز معي شوي، 1.66×10^27×9×10^16 هاي عندي تساوي 14.94×10^11 طبعا جول. صرت بعرف الوحدة كتلة ذرية قديش تكافئ بالجول، يعني حولت الوحدة كتلة ذرية لكيلوغرام، بعدين كيلوغرام عوضتها هون طلعت الطاقة قديش تكافئ بالجول. إذا طلبت إنك تطلعها بالإلكترون فولت مش بوحدة الجول، لوحدة ثانية قياس الطاقة، بس تمسك هذا الرقم وبتقسمه على 1.6×10^19 اللي هو شحنة الإلكترون. أنا هون قاعد بحول من جول لوحدة الإلكترون فولت، بطلع الجواب 931.5 ميجا إلكترون فولت، يعني مضروب 10 قوة موجب 6 إلكترون فولت، يعني هي نفسها 931.5×10^6 إلكترون فولت. طب أستاذ ليش عملت الإثبات هذا؟ بدي أحكي لكم شغلة. أنت هدفك يا جماعة إنك تحول أي كتلة إلى طاقة، يعني بدك تطلع فيه من الدرس هذا ومن الجزء هذا انه الطالب يكون بيعرف يحول الكتلة الى طاقة. فالكتلة زي ما نعرف وحدتين قياس لها، كتلة قد تكون مقاسة بوحدة الكيلوغرام، قد تكون مقاسة بوحدة كتل ذرية. هلا بدي اعلمك كيف تحول كل واحدة منهم بناء على اللي شرحته فوق. اذا كانت مقاسة بالكيلوغرام تروح تضربها مربع سرعة الضوء 3×10^8 الكل تربيع، عوضت عملية أينشتاين مباشرة، هيك انت حولتها الى طاقة واصبحت طاقة مقاسة بوحدة الجول. خلاص انتهت مهمتي، حولت الكتلة إلى طاقة. طب أستاذ إذا جبت وحدة كتلة ذرية هيو تضربها ب 931.5 ميجا إلكترون فولت، بتصير عبارة عن طاقة بوحدة الميجا إلكترون فولت. انتهت مهمتك، انت هيك حولتها إلى طاقة. إذا علمتك إياه هون كيف تحول الكتلة إلى طاقة، وحدتين لقياس الكتلة وحدتين لقياس الطاقة. إذا كتلتك إجت بالكيلوغرام تضربها مربع سرعة الضوء بتصير بالجول، يعطيك العافية، خلصت حولتها إلى طاقة. إذا كتلة إج بالإلكترون فولت تمام تضربها، عفوا إذا كتلة إج بالوحدة كتلة ذرية تضربها ب 931.5 ميجا إلكترون فولت، خلص بتكون طلعت أنت بوحدة الميجا إلكترون فولت، حولتها إلى طاقة. شو دخل أو هذا الكلام بطاقة الربط؟ زي ما بنشوف بالكتاب قبل ما يشرح لك طاقة الربط شرح لك الكلام هذا، لأنه هو بده إياك في طاقة الربط تتعلم كطالب كيف ممكن تحول أو كيف يتمكن الطالب إنه يحول الكتلة إلى طاقة. افهم علي شوي، احنا حكينا عن قوة ربط نووية او قوة نووية، حكينا هي القوة اللي بتربط مكونات نووية مع بعضها ببعض. هسا بنحكي عن مفهوم اشمل واكبر اللي هو اشي اسمه طاقة ربط اللي بتربط، او الطاقة اللي بتربط مكونات نووية مع بعضها ببعض. مبدئيا بدك تعرف انه كتلة النواة وكتل مكونات النواة تم حسابهم
باستخدام جهاز اسمه جهاز مطياف الكتلة. اللي معي بالمجال المغناطيسي بيعرف هذا الجهاز. في فصل المجال المغناطيسي في قوة لورنتس تحديدا أخذنا عن جهاز اسمه جهاز مطياف الكتلة. هذا جهاز مطياف الكتلة مكنني من حساب كتل الأنوية المختلفة وكتل مكوناتها. طيب هلا في التجربة العملية العلماء اكتشفوا انه كتلة النواة اقل من مجموع كتل مكوناتها. كيف الكلام هذا؟ بدي اورجيكم شغلة. هلا بدي امسح هون عشان اقدر اشرح لك شغلة اورجيك اياها. شو صار مع العلماء بالضبط عشان يحكوا انه كتلة النواة بتكون اقل من مجموع كتل مكوناتها؟ خلينا نشوف مع بعض. هلا تخيل معي انه في نواة، هاي نواة. انا بدي ارسمها بالطريقة هاي بس عشان اوضح لك شو الفكرة. هاي نواة فيها مثلا باللون الاحمر هذا بروتون، هاي نتفق هون اللي لونه احمر هو بروتون، بدي ارمز باللون الاخضر للان نيوترون. في عندها مثلا 2 بروتون، في عندها 2 نيوترون. طيب هذا الشكل بوضح النواة فيها 2 بروتون فيها 2 نيوترون. لو انا قررت ان يكون طلع كتلة هذه النواة او كم تساوي كتلتها، فبكل بساطة طلع شو بعمل؟ بعطيك رقم بس هيك تقريبي عشان بس تفهم الفكرة بدي اوصلها. خلي كتلتها تطلع 2 وحدة كتل ذرية. أنا هون بحكي عن كتلة هاي النواة، وكتلة هاي النواة كانت تساوي 2 وحدة كتلة ذرية، مثال بس عشان أوضح لك الفكرة. هلا أجيت على مكونات النواة، من إيش مكون هاي النواة؟ أستاذ مكون هاي النواة من بروتون أول، بروتون ثاني، نيترون عفوا أول وثاني، لأنه اتفقنا لون أخضر البروتون، وعندي هون للنيترون، وهون عندي بروتون أول، وعندي بروتون ثاني. طيب، هذول مش داخل النواة، هذول أنا طلعتهم من جوا النواة وأجيت أتعامل مع كتلهم، أجيت أحسب كتلهم لقيت كتلهم 3 وحدات كتل ذرية. اللي صار هون مصير. شو بتحكي قاعد؟ لما تدمجهم مع بعض تحطهم جوا النواة، كتلتهم تطلع صغيرة، 2. بس لما تحطهم برا النواة أو تحسب كتلهم بشكل عام تطلع كتلهم كم؟ 3 وحدات كتل ذرية، يعني مجموع كتل أو كتلة النواة بشكل عام بتكون أقل من مجموع كتل المكونات. إذا اللي شفناه هون إنه كتلة النواة لما تكون فيها مكوناتها كانت 2 وحدة كتلة ذرية، بينما كتل المكونات لما حسبناها لقيناها 3 وحدة كتلة ذرية. إذا الاستنتاج إنه كتلة النواة يا جماعة بتكون أقل من مجموع كتل مكوناتها. أنا رجعت عدت لك هذا النص، مفهوم هذا؟ طيب هلا لو طلبت منك إنه علل أو فسر ليش كتلة النواة بتكون أقل من مجموع كتل مكوناتها؟ طلع شو بدي أحكي لك، افهم علي شو بدي أحكي. بتكون فرق الكتلة بين مكونات وبين كتلة النواة هو عبارة عن أو يتحول إلى طاقة ربط. أستاذ كيف الكتلة بتصير طاقة؟ هسا كان مكتوب هون، هسا حكينا كيف الطاقة أو كيف عفوا الكتلة بتتحول إلى طاقة. طيب طلعوا بس شو نعمل حركة صغيرة. فرق الكتل إذا حبيت أحسبه باجي بحكي كتلة بروتون في زد عدد البروتونات زائد كتلة نيترون في إن عدد نيترونات بطرح منه كتلة النواة. طبعا جواب هون 100% دائما موجب. ليش؟ طب هسا قلنا انه كتل مجموع او مجموع كتل مكونات النواة بتكون دائما اكبر من كتلة النواة، فالمقدار هذا بيكون دائما اكبر من المقدار هذا. طب شو استفدنا؟ فرق الكتل هذا اللي بتطلعه ما عليك الا انك تحوله الى طاقة، واذا حولته الى طاقة بتكون خلص طلع طاقة الربط. اذا كامرة بس بعيد لك ليش او علل ليش بتكون مجموع كتل المكونات النواة اكبر من كتلة النواة؟ تمام؟ أول شيء بتكون كتلة النواة أقل من مجموع كتل مكونات النواة، بنحكي إنه فرق الكتلة يتحول إلى طاقة تربط مكونات النواة مع بعضها البعض. طب إذا هون باستخدام فرق الكتل أنا قادر إني أحسب شيء اسمه طاقة الربط اللي هي الطاقة اللي بتربط مكونات النواة. بكل بساطة بمسك فرق الكتلة هذا وبشوف شو وحدة قياسه. إذا كان وحدة قياسه كيلو جرام بروح بضربه ب 3×10^8 لكل تربيع بصير طاقة بوحدة الجول، قبل شوي أخذناها يا جماعة. وإذا كانت فرق الكتلة مقاس بوحدة كتل ذرية بضرب 931.5 بصير طاقة بوحدة ميجا إلكترون فولت، وهاي الطاقة اللي حسبتها هون اسمها طاقة الربط. إذا هسه فهمنا
ليش درسنا الكتاب في الأول ليش اسمه تكافؤ كتلة طاقة؟ عشان يعلم الطالب إنه بيقدر يوجد فرق الكتلة بين مكونات النواة وبين كتلة النواة، فرق الكتلة ها بيحوله إلى طاقة، وهيك بكون حسب طاقة الربط. طبعا طاقة الربط قلنا هي بتقاس بالجولة بالميجا إلكترون فولت، بس باقي بالمسائل رح تمر عليك رح تلاقيها مقاسة بوحدة الميجا إلكترون فولت، لأنه وحدة قياس الطاقة أو وحدة قياس عفوا الكتلة اللي اتفقنا عليها للأجسام الصغيرة زي البروتون والنيترون والنواة نفسها كانت وحدة كتل ذرية لأنها نسبيا صغيرة، ونحن ندرس كتل صغيرة. لا، طاقة الربط لكل نيوكليون شو هي؟ هي قيمة طاقة الربط اللي حسبتها هون بوحدة ميجا إلكترون فولت المفروض، ما احنا اتفقنا على إنه على الأغلب رح تكون وحدة ميجا إلكترون فولت، مقسومة على إيه اللي هو العدد الكتل اللي هو نيوكليون. ميز وحدات القياس، طاقة الربط وحدة قياسها ميجا إلكترون فولت في أغلب المسائل، أما طاقة الربط لكل نيوكليون فوحدة قياسها ميجا إلكترون فولت لكل نيوكليون. طب أستاذ شو اللي بيتحكم باستقرار النواة؟ أحكي لك شغلة، اللي بيخليك تعرف نواة إذا كانت نواة مستقرة أو غير مستقرة هو ليس طاقة ربط بحد ذاتها، هو طاقة الربط لكل نيوكليون، النسبة هاي يا جماعة، تمام؟ فكل ما كانت طاقة ربط لكل نيوكليون أكبر، كل ما حكيت عن هاي النواة نواة أكثر استقرارا. هلا في الكتاب في عندنا الرسمة هاي، وإذا كانت هون خلينا نحكي الأرقام أو العناصر هاي مش واضحة تمام بالنسبة إلك، بتمنى إنك تروح تشوفها من الكتاب أو تشوفها من الدرسية عشان تكون أوضح إلك، بس إن شاء الله إنه تكون هون أغلب الأرقام هاي واضحة. لأن عدد كتل الذرية للعناصر إذا كان مش واضح أنا مش كثير مهتم فيهم، بس تقدر تشوفه بالدرسية أو تشوفه في الكتاب. الكتاب رسمنا العلاقة بين طاقة ربط لكل نيوكليون هاي اللي بتحكم أو بتتحكم باستقرار النواة مع الـ A اللي هو العدد الكتلي اللي هو عدد النيوكليونات للعناصر المختلفة. طلع المنحنى بالله كيف طلع؟ المنحنى طلع باللون أحمر، طلع هون بصعد المنحنى بعدين رجع نزل بصعد بنزل، المهم كمل المنحنى اللي حب ما وصل لهم. لو طرحت عليك سؤال وقلت لك في جميع العناصر المرتبة هون مين أكثر العناصر تحمل طاقة ربط لكل نيوكليون؟ بتقول لي أستاذ الراس الجبل هذا هيو هون هدول بيحملوا أكثر، هي طلع ركز معي شوي، بيحملوا أكبر طاقة ربط لكل نيوكليون، فعشان هيك بقدر أقول لك إنه من أكثر عناصر استقرارا هذول العنصرين وهم أمثلة موجودة بالكتاب الأف إي والأي إس، تمام؟ من أكثر عناصر استقرارا. شوف الاستنتاج البسيط اللي توصلنا له باستخدام هذا المنحنى، العناصر اللي هون أنا حاطها باللون أسود إذا بتنتبه المحاصرها بين رقمين بين الخمسين وبين الضبط اللي هو الثمانين. العناصر اللي بتقع بين الخمسين والثمانين هي العناصر أو النواة بنسميها متوسطة، وهاي النواة بتكون أكثر النواة استقرارا اللي بيكون عددها الكتلي بين خمسين وبين كم؟ ثمانين. هاي النواة أكثر استقرارا، ليش؟ تفسير، لأنها تحمل أكبر طاقة ربط لكل نيوكليون، هاي طاقة ربط عالية. بينما إذا نزلت عن الخمسين بنصفي على أنوية هاي على الطرف هذا، أو طلعنا فوق الثمانين بنصفي على الأنوية على الطرف هذا، سواء الأنوية على اليمين أو الأنوية على اليسار هي أنوية أقل استقرارا، تمام؟ ليش؟ لأنه طاقة ربط لكل نيوكليون إنها قاعدة بتقل، طلع طاقة ربط هي، وطاقة ربط هون برضه قاعدة بتقل لكل نيوكليون. طاقة ربط لكل نيوكليون هو التحكم في الاستقرار. إذا في الشكل النواة المتوسطة هي أكثر استقرارا، عندنا النواة الثقيلة وفي عندنا اليسار نواة خفيفة اللي بتكون عددها الكتلي أقل من 50 اسمها خفيفة، أكبر من 80 بتكون ثقيلة. لأن هاي النواة بتميل إلى شيء اسمه فيزياء اسمه الانشطار. شو يعني انشطار؟ يعني الـA تبعها وعددها الكتلي بيكون كبير جدا. فحتى تصير أكثر استقرارا بتروح تنشطر نواتين جداد، كل وحدة إلها إيه عدد كتلي جديد. بس هذا العدد الكتلي لما تشطرها مثلا إذا كان عدد الكتلي 180 واشطرها من النص تماما أعطك عدد كتلي 90 وعدد كتلي مقداره 90. هي كانت 180 يعني أنا بحكي تقريبا كانت هون، لما عملت لها انشطار وصار نواتين كل واحدة من 90 يعني صارت تقريبا هون. شوف طاقة ربط قديش كانت هون، شو صار طاقة ربط هون؟ زادت. فإذا بتدور هاي الأنوية على إنها تستقر بتعمل إشي اسمه انشطار. بينما الأنوية هاي أنوية خفيفة، أنوية خفيفة يعني عدد الكتل كثير صغير وعدد الكتل أقل من 50. يعني على سبيل المثال إذا بعطيك رقم مثلا عدد الكتل خليه يكون مثلا 40، تمام؟ هذا العدد الكتل 40 أو خلينا نحط رقمها أخف من هيك 20، بتروح بتدور على نواة ثانية يكون عددها الكتل 20 مثلا، بندمجوا الثنتين مع بعض بعطيك نواة عددها الكتل 40. أورجيك على الشكل، لما تقول لي عدد الكتل 20 أنا تقريبا هون هاي طاقة ربط، لما تيجي تقول لي صار عدد الكتل هي 40 بقول لك والله 40 أنا صرت هون، شو صار طاقة ربطك؟ زادت أكثر استقرارا. إذا ملخص هذا الكلام أو المنحنى هذا، الأنوية اللي بتكون بين 50 و 80 هي الأنوية أكثر استقرارا، اسمها نواة متوسطة، بتكون أنوية مستقرة. إذا زاد عدد الكتل عن 80 بتقل استقرار النواة،
وهاي الأنوية بتكون أكثر رغبة بالإنشطار. ولو أسألك مين من هاي العناصر أكثر رغبة، أكثر واحدة متضررة من اليورانيوم هون، فعشان هيك هاي اليورانيوم هي أكثر رغبة بالإنشطار. الأنوية هون مين أكثر رغبة بالاندماج؟ بتحكي لي والله الهيدروجين أو مضاد الهيدروجين، ديتيريوم وتريتيوم، هذول أكثر رغبة بالاندماج لأنه طاقتهم النووية أو طاقة ربط كل النيوكليون إنهم كثير قليل. سأل على طاقة الربط النووية في السؤال الأول، احسب الطاقة الناتجة من تحول 1 × 10³. طبعا يا جماعة الأرقام أي شيء منها على اللوح مش واضح، خصوصا عدد كتلي والذرية موجودين كلهم بالدوسية، كلهم الأسئلة هاي كل سؤال أنا حاط رقمه، فبنشوف مع الدوسية وإحنا قاعدين بنحضر بالحصة عشان نقدر نشوف الأرقام إذا كان جزء منها مش واضح. بدنا نحسب الطاقة الناتجة من تحول 1 × 10³ كيلوغرام من المادة إلى طاقة بوحدة الجول ثم بمليون إلكترون فولت. طيب تمام، هلا احنا بدنا هاي الكميه من الكتله نحولها الى طاقه. طبعا احنا قلت لكم طريقه انه بطلع على الكتله شو وحده قياسها كيلوغرام، فمباشره اول ما شفنا بالكيلوغرام بخطر على بالي يا استاذ اني احل باستخدام قانون اينشتاين، فبحكي انه الطاقه هي تساوي كاف في سين تربيع كتله 1 × 10³ مضروب مربع سرعه الضوء 3 × 10⁸ الكل تربيع، وتساوي هاي 3 تربيع 9 في 1 هي 9، الأسس عندي 8 × 2 = 16، وعندي سالب 3 × 10³ = 13، هاي بوحدة الجول. هلا ما بدي اياها بس بوحدة الجول، وبدي اياها كمان بوحدة ايش؟ المليون الكترون فولت. احنا بنعرف انه قيمة الطاقة بالجول إذا بقسمها على شحنة الالكترون بتصير بالالكترون فولت. فأنا بدي أسويه هون إني أرجع أحسب الطاقة هاي بالجول. هلا بالالكترون فولت بمسك المقدار هاد 9 × 10³ وبقسمه على 16 × 10⁻²، عشان تصير بالالكترون فولت. طبعا هو بتساوي 9 × 16 في ارفع الاشياء لفوق يا جماعه بتصير موجبه، طبعا اذا صارت موجبه بصير عندي انا هون في 10³³ الكترون فولت، وبتساوي 9 × 16 × 10³. بتدخصوا من هاي 6 عشان طلع لها بالميجا الكترون فولت، فراح تصير 27 ميجا الكترون فولت. 9 × 16 × 27 ميجا إلكترون فولت. طيب نيجي للسؤال الثاني، طبعا السؤال الثاني صفحة 8 والسؤال الأول كان كمان صفحة 8. في السؤال بيحكي لك رتب تصاعديا نوع العناصر الآتية، بدنا نرتبها تصاعدي طبعا وفق طاقة ربط النووية لكل نيوكليون. هلا لو معي أنا الرسم اللي رسمت رسمه هون وأنا بشرح بالدرس هذا اللي بتشبه الرسم هاي بس كانت بأرقام، كان رتبتهم بسرعة، بس السؤال هذا بيجيني زي هيك بدون ما اصلا ما تكون معي الرسمه، فبدي اتذكر الارقام اللي اتفقنا عليها. احنا اتفقنا في عندنا نواه متوسطه، تمام؟ النواه المتوسطه ومستقره بتكون عددها اللي بحكم عليه من ايه اللي هو عدد الكتلي بيكون يقع بين 50 وبين 83. بدي اطلع هالمره على العدد الكتلي، خلي عينيك هسه على عدد الكتلي عشان تقدر تقارن. هلا في ناس بتقول استاذ ما تعلمت نقارن بالعدد الذري، على فكره مقارنتك هون او هون تطلع صحيحه، تمام؟ بس اللي بيساعدك انه الاثنين لازم يكونوا بالطرفين كتلي وذري كلاهما مستقر. طلع على الاف اي، الاف اي عددها 56، وطلع على البي بي اللي هو الرصاص 208، وطلع لي هون 238. طيب استنى استاذ، انا متذكر انه 56 تقع بين 50 وبين 83، فالمفروض انه بدي ارتبها طبعا هو تصاعديا من الاصغر للاكبر، فالمفروض انه تكون الاف اي هي الاكثر استقرارا فيهم كلياتهم لانها من النواه المتوسطه، تقع بين ال 50 وبين ال 80 زي ما اتفقنا. فعشان هيك انا بدي احط الاف اي كاكبر مقدار اللي هو 56 26، هاي اكثر الانويه استقرارا. انا تصاعديا هذا دبل صغير. هلا عندي نواتين بدي اقارن بينهم اللي هو نواتين اللي هو البي بي 208 و 238. اذا تذكر هذا المنحنى اللي اخذناه مع بعض في الحصه هاي، لاحظ انه كل ما الاي كانت تزيد انت هسه صرت انا فوق ال 80 قاعد بحسب بين 50 و 80 انا فوق ال 80 هسه، لاحظ انه المنحنى قاعد بينزل للاسفل، فبمعنى زياده الاي بتقلل من طاقه الربط، تمام؟ يعني بتقلل من الاستقرار، ركز معي، زياده الاي بتقلل من الاستقرار، فعشان هيك اذا درجتهم حسب الاستقرار بحط هون البي بي 208 لانه عدد الكتلي اقل، وبدي احط هون اليورانيوم 238 لانه عدد الكتلي كبير نسبيا 92 و 82. طيب نيجي في السؤال هون، فسر تكون كتل النواة دائما أقل من مجموع كتل مكونات النواة. فسرناه، يعني أنا مش حاطهم بس على الكتابة بس فسرته مع بعض، اللي حابين أكتب لكم جواب سريع بحكي لك، لأن فرق الكتلة يتحول إلى طاقة ربط تربط مكونات
النواة مع بعض في البعض. تمام، احنا جاوبنا هذا السؤال يا جماعة. نيجي هون عندنا نواتين سين وص، نواتين ثقيلتان لهما العدد الكتري نفسه. حلو، خليني بس اكتب انا استنتاج صغير موجود عندنا في السؤال هذا، بيقول لي انه الـ A العدد الكتري تبع النواة سين يساوي تماما الـ A العدد الكتري تبع النواة ص، اعدادهم الكتلي متساوية يا جماعة. هاي معلومة سؤال، نكمل. إذا علمت أن نواة سين تمتلك طاقة ربط أعلى من نواة ص، فأيهما أكثر استقرارا فسر إجابتك. هلا إحنا عشان نحكم على الاستقرار، أنت بدنا نستخدم طاقة ربط لكل نيوكليون، تمام؟ هاي درسك فيها. هلا طاقة الربط لكل A نيوكليون هي تساوي طاقة الربط مقسومة على A العدد الكتلي. هلا كلاهما له نفس العدد الكتلي، بس احنا لاحظنا انه قال لي في السؤال انه طاقة ربط تبعت نواة س اعلى من ص، وطاقة الربط كل ما زادت لعد طاقة ربط لكل نيوكليون تزداد، فيعني انه نواة س اكثر استقرارا من نواة ص. بس انتبه لما قال لي فسر اجابتك، فسر ليش تعتبر ان نواة س اكثر استقرارا من نواة ص؟ اذا بتقول له انه طاقة ربط س اعلى من طاقة ربط ص، هلا في هذا السؤال كانوا كتله متساوي، اوكي ماشي ما عنديش مشكلة، بس الصح انه نحكي لانه طاقة ربط لكل نيوكليون لنواة س اعلى من طاقة ربط لكل نيوكليون لنواة ص. تذكروا اللي بحكم لك الاستقرار هو طاقة الربط لكل نيوكليون، تمام؟ كمل. في سؤال 5، احسب الطاقة اللازمة لفصل مكونات نواة نيكل ان اي 2860، علما بان كتلة نواة نيكل تساوي 59.9308 بالعشرة آلاف وحدة كتلة ذرية. هسه يا جماعة اسمعوني شوي، هون إشي جديد مرق علي، إنه الطاقة اللازمة لفصل مكونات النواة هي نفسها طاقة الربط النووية. كيف بدي أحكي لك؟ إذا كانت النواة بتربط مع بعضها بطاقة مقدارها 300، فعشان تفصلهم عن بعض بدك طاقة مقدارها 300. فانتبهوا معي كم 40، الطاقة اللازمة أو اللي بتربط مكونات النواة هي نفسها الطاقة اللازمة لفصل مكونات النواة عن بعضها البعض. طيب إذا كان هو طالب مني طاقة ربط، فأنا عشان أوجد طاقة ربط نووية أوجد فرق الكتل بين مكونات النواة اللي هي كتلة بروتون في زد زائد كتلة نيترون في إن ناقص كتلة نواة. إن شاء الله أنكم متذكرين القانون هذا اللي اتفقنا عليه. بعد ما طلع فرق الكتل هاد بحوله إلى طاقة ربط. طيب هلا بدي اجي اعوض هسه القيم. طبعا يا جماعه طلعوا علي ورجيكم شغله في الطاوله، كتله البروتون يا جماعه ثابت، وكتله النيترون ثابت، وكتله النواه ثابت، بضل عليك انت الزد والان بتطلعهم من السؤال اللي عندك او النواه اللي عندك. فحسب التعويض كتله البروتون انا حاطها هون ثابت اللي 1.00072، هي 7.6 مضروبه في الزد عددها الذري 28 زائد كتلة النيوة كتلة نيترون عفوا 1، هي 8.665 في عدد النيترونات اللي هو 60-28 وتساوي 32. تذكر عدد ال N اللي هو A ناقص Z كتلي ناقص ذري، بتطلع عدد ال N ناقص كتلة النيوة الرقم اللي انت معطيني اياه 59.9308. هلا هاي المعادلة بدي احلها، بدي احل الاقواس بالاول، يعني حضره بال 1.00726 ضرب 28 وهذا بضربه ب 32، بجمع العددين بطرح الجواب من 59 فاصلة اللي هي كتلة النواة اللي اعطانيها في السؤال، بطلع مع الجواب. بس بدي انتبه هسه انه وحدات القياس هون كلها وحدة كتل ذرية، وحدة كتل ذرية، وحدة كتل ذرية، ما لازم تكون وحدات القياس موحدة، كلها وحدة كتل ذرية. بس هو السؤال طالب الطاقة اللازمة، هو بيسألني عن الطاقة، انا مطلع يا جماعة فرق الكتل، إذا لسه في مهمة علي بعد ما أخلص جوابي وأخلص سؤالي هذا كله وأطلع جواب لازم أضربه 931.5 حتى يصير بالمليون إلكترون فولت، مش هيك اتفقنا؟ اتفقنا وحدة قياسك إذا كانت وحدة كتل ذرية عشان تحولها تضرب 931.5 مليون إلكترون أو ميجا إلكترون فولت. طيب أنا ترك لك سؤال 6 وسؤال 7 وسؤال 9، بعيد كم مرة؟ 6 صفحة 9 و7 صفحة 9 و9 صفحة 9، هدول بس لازم تشوفهم، تمام؟ تمارين على نفس الفكرة هاي، تمام؟ هلا سؤال 6 وسؤال كتاب فإجابته موجودة بالكتاب، سؤال 7 وسؤال 9 من أسئلة الفصل. طبعا بتحلهم وبتقدر انك تنزل اجابات اسئله الكتاب وهيك انت بتكون معك الاجابات كلهم. سؤال 8، مستعينه برسم بيان المجاور هيو اجمع معي. طبعا في السؤال الاول مطلوب منا، طبعا هم معطين علاقه بين طاقه ربط لكل نيوكليون مع A العدد الكتلي، موزع عليها على مجموعه من عناصر زد A واي اكس دبليو، اي هذه العناصر اكثر استقرارا فسر اجابتك. طيب ما بدهاش اعتقد كثير تفكير، بدي احكي له عنصر
واي ليه؟ فسر ليش؟ طبعا ليش بدي اجاوبه؟ لانه له اكبر دير بالك طاقة ربط لكل ايه؟ لكل النيوكليون. طلع المنحنى هو راس الجبل، قلت لك قبل شوي على شكل جبل، راس الجبل هذا يمثل اعلى طاقة ربط لكل النيوكليون، فهو يعتبر الاكثر استقرارا. اي هذه العناصر اقل استقرارا؟ بكل بساطة هي الزل. اشمعنى؟ له اقل طاقة ربط على محور الصدارة، طاقة ربط كل نيوكليون، له اقل طاقة ربط لكل نيوكليون، اذا زب له اقل طاقة ربط لكل ايه؟ لكل نيوكليون. قارن بين الاي والزد من حيث الاستقرار، طبعا هي الاي وهي الزد، واضح انه الاي طاقة ربطه اعلى من الزد، اذا من حيث الاستقرار الاي اكثر استقرارا من الزد. اذا خط كتابتي مش واضح حين قاعد بحكي الجواب، الاي اكثر استقرارا من الزد. ليش؟ لانه طاقة ربط لكل ايه لكل نيوكليون في ايه اعلى من طاقة ربط لكل نيوكليون في زد. اي هذه العناصر اكثر قابلة للانشطار؟ شوف شلة الانشطار، خلينا نعمل هيك وياه، طلعهم هاي منطقة الاستقرار اللي تقع بين 50 اتفقنا اليوم وبين 80 هم الاكثر استقرارا. فوق ال 80 بيعمل لي انشطار، تحت ال 50 بيعمل لي اندماج. فأين العناصر أكثر قابلة للانشطار؟ الانشطار اللي هو عنصرين هدول X و W، كلاهما شغال على انشطار، بس هو ذكي بسؤاله بقول لك إنها أكثر قابلية. الأكثر قابلية هو اللي طاقة أقل اللي هو مين؟ ال W. بعيد كمان مرة، اللي طاقة ربطه أقل يعني هو وضعه أسوأ، هو الأكثر رغبة بأنه يعمل انشطار لأنه استقراره كثير كثير قليل، ببحث عن الاستقرار. فالأكثر رغبة للانشطار هو W. اي هذه العناصر اكثر رغبه بالاندماج؟ اندماج اذا انت بتحكي عن اقل من 50 بتحكي عن الاي وبتحكي عن الزد، كلاهما بيعمل اندماج، بس مين اكثر رغبه او اكثر قابليه؟ طبعا الزد. ليش؟ لانه له اقل طاقه ربط لكل نيوكليون. بحكينا في السؤال بعد، طبعا السؤال ما بيعتمد على الرسم، بحكينا تفكيك النواه المتوسطه. هاي النواه يا جماعه اللي هي المفروض تكون في حاله استقرار، هاي النواه او انشطارها يتطلب طاقة كبيرة. فسر ذلك بكل بساطة، لأنه طاقة ربط لكل نيوكليون إلها عالية. ما احنا اتفقنا في السؤال هذا إنه طاقة ربط لكل نيوكليون هي نفس الطاقة اللازمة للتحرير، فلما تكون طاقة ربطك لكل نيوكليون عالية جدا بتكون الطاقة اللازمة حتى تنشطر أو الطاقة اللازمة حتى تفصل مكوناتها أو تفكيك مكوناتها بتكون طاقة كبيرة جدا. يعطيكم العافية.